السلام عليكم ورحمة الله. عدد جديد من فقرة جورنال فيغ وآخر الأخبار الرجوية لهذا اليوم. أول خبر في عدد اليوم جورنال فيغ بعنوان اجتماع خاص بين الجامعة والرجاء والوداد. وعقدت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم اجتماع مع فرق الرجاء الرياضي الغريم التقليدي وفريق الدفاع الحسني الجديدي أمس الثلاثاء، تخصص لتدارس موضوع تأسيس الأندية الثلاثة لشركتها الرياضية. ووضحت مصادر خاصة أن الجامعة الملكية قررت عقد اجتماعات مع كل نادي في الدوري الاحترافي من أجل الاطلاع على الخطوات اللي اتخذتها لتأسيس شركتها الرياضية وكذلك الصعوبات اللي اعترضتها. وكان اجتماع الأمس بحضور أحد مكاتب الدراسات اللي اختارته الجامعة لتتبع خطوات تأسيس الأندية لشركتها الرياضية. وعقدت الجامعة أول اجتماع مع فريق الدفاع الحسني الجديدي أمس الثلاثاء بداية من الساعة 9:30 عبر تقنية الفيديو بحضور مكتب الدراسات أسيت دي أو إن، هو المكتب نفسه اللي حضر الاجتماع الثاني للجامعة مع فريق الرجاء الرياضي واللي كان بدا مع الساعة 10 ليلا. وحرصت الجامعة الملكية ومكتب الدراسات المذكور على تقديم توجيهات واقتراحات للأندية من أجل الإسراع بتأسيس شركتها الرياضية باش تكون جاهزة مع بداية الموسم الرياضي المقبل. أبو شروان: أريد الحصول على مستحقاتي ولا أريد مواجهة الاتحاد السعودي. وتمنى هشام أبو شروان لاعب الاتحاد السعودي السابق ومساعد مدرب فريق الرجاء الرياضي حاليا عدم مواجهة اتحاد جدة بنهائي البطولة العربية للأندية البطالة، وأكد أن تجربته الاتحادية الأفضل خارجيا. وقال هشام أبو شروان في البث المباشر للنجم الاتحادي الشهير مناف أبو شقير عبر انستغرام: كنبغي جمهور الاتحاد السعودي بزاف، وأفضل تجربة لي خارج المغرب كانت رفقة الاتحاد السعودي، وكمساعد مدرب بنادي الرجاء الرياضي ما باغيش نواجه الاتحاد في نهائي البطوله العربيه للانديه البطاله حيت غتكون مره، باغي نحصل على بعض مستحقاتي من نادي الاتحاد فمازال ما استلمت حتى الان وكنتمنى استلامه مستقبلا، وعندي عتاب على اداره الاتحاد لكونها ما دعتنيش لاي مناسبه او حضور مباريات العميد منذ رحيلي على النادي. وبخصوص الفريق السعودي قال ابو شروان: فريق الاتحاد الحالي عادي للغايه، وهذا النادي كبير وخاص يكونوا المحترفين اللي كيدافعوا على الوانه كبار جدا. وتطرق ابو شروان لتجربته مع الاتحاد وقال: عشت تجربه رائعه معاه، هي الافضل لي خارجيا، وجيل الاتحاد السابق كان كينافس على شعار النادي وكنا بقلب واحد، ونظام دوري ابطال اسيا سابقا كان صعب للغايه، وافضل المحترفين اللي لعبت معاهم عماد متعب، احمد حديد، امين الشرميطي، وعبد الملك زيايا. وبخصوص اللاعب الافضل عالميا وبالكره السعوديه رد ابو شروان: كريستيانو رونالدو الافضل بالعالم، وعبد الرزاق حمد الله افضل محترف اجنبي في السعوديه، وسالم الدوساري اللاعب السعودي الافضل حاليا. وتحدث على سر الرقصه ديالو بعد تسجيل الهدف بضربه راسيه رائعه للاتحاد السعودي بشباك ريال مدريد، وقال: احتفلت بهذه الطريقه بسبب تحدي بيني وبين المدرب كالديرون بانني ما كنجيدش التسجيل بالراس. الرجاء يواجه الاسماعيلي المصري في يوليوز القادم، واستقر الاتحاد العربي لكرة القدم على موعد مبدئي لاستئناف بطولة كأس محمد السادس للأندية العربية البطالة واللي كانت توقفت بسبب الأزمة الحالية. وكشفت تقارير صحفية سعودية أنه كاين إجماع داخل الاتحاد العربي لكرة القدم على عدم إلغاء البطولة العربية واقتراح استئناف باقي المباريات المتبقية بداية من شهر يوليوز المقبل، كتجدر الإشارة لأنه كان مقرر باش يلتقي الشباب واتحاد جدة السعوديين في نصف نهائي البطولة العربية. كما غيواجه الاسماعيلي المصري نادي الرجاء الرياضي لحساب الدور نفسه بحيث خاضوا الفريقين مباراه الذهاب وانتهت بهدف دونارد لصالح النادي المصري على ميدانه، وكينتظر الاتحاد العربي تحديد الكاف لتواريخ مباريات نصف نهائي العصبه على اعتبار ان فريق الرجاء كيشارك في المربع الذهبي لدوري ابطال افريقيا، لذلك ما كينبغيش انه تزامن مبارياته في المنافسه الافريقيه مع المنافسه العربيه. متولي: لم اتوصل الى اي اتفاق مع الرجاء. ولمح محسن متولي عميد فريق الرجاء الرياضي الإمكانية ترحيله على الفريق الأخضر خلال الموسم المقبل، خصوصا أنه تلقى عروض احترافية مغرية من أندية خليجية. وضح محسن متولي في حديث لي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام أنه الحدود الساعة مستمر مع الرجاء الرياضي والأولوية كتبقى دائما الفريق الأم، وشدد في نفس الوقت أنه الحدود الساعة ما توصل اتفاق مع مسؤولي الفريق الأخضر من أجل الحسم في مصير تمديد عقده. وقال متولي أنه توصل بعروض مغرية من أندية خليجية، وشدد انه في حاله ما غادر فريق الرجاء فما غيلعب الا الانديه كبيره تنافس على الالقاب او تحتل مراكز متقدمه في صبور الترتيب، وانه ما غيقبلش مغادره الفريق الاخضر للعب الانديه الصغيره حتى ولو تعرض عليه خمسه اضعاف ما غيقترحوا عليه مسؤولي الرجاء. واكد متولي ان الظرفيه الحاليه اللي كتمر منها كره القدم المغربيه والعالميه بسبب الازمه الحاليه خلات جميع المشاريع والرؤى المستقبليه كتوقف، وانه ما كيشغل باله حاليا هو قياده الفريق الاخضر لمنصه التتويج واسعاد الجماهير الخضراء اللي ساندته في البدايات ديالو، واعلن ان الحب اللي كيكنو الفريق ما يمكنش يتوصف.
وبخصوص اختياراته السابقة للعب في الدوريات الخليجية على حساب دوريات أوروبية، وضح عميد الرجاء الرياضي أن البطولات الأوروبية ما كتحترمش اللاعبين القادمين من الدوريات المغربية، وأنهم هما اللي كيفرضوا على اللاعب القيمة المالية. وقال بالحرف البطولات الأوروبية ما كتحترمش اللاعبين المحليين، وهما اللي كيفرضوا عليك ثمن كيعرضوا عليك 350 ألف أورو أو 400 ألف أورو سنويا، المبلغ اللي ماشي معقول، عكس الفرق الخليجية اللي كتقدر بشكل كبير اللاعبين وتابعين متولي دفاعوا على الدوريات الخليجية من خلال الكشف كونها دوريات صعبة عكس ما كيعتقد البعض، بحيث كتضمن نجوم كبيرة وأنه نجح في التأقلم معها بحيث قضى أزيد من 6 سنوات تماك ونجح في إثبات نفسه، والدليل العروض اللي تلقاها الموسم الماضي من أندية كترغب في التعاقد معه لكنه اختار العودة لفريق الرجاء الرياضي. الرجاء يراقب مستقبل تيغزوي مع الغريم التقليدي، وفي تفاصيل الخبر كيراقب فريق الرجاء الرياضي رفقة أندية أخرى مستقبل لاعب أمين تيغزوي اللي كيبقى من أبرز المرشحين لمغادرة الغريم التقليدي هذا الصيف. إدارة الرجاء اللي بدات كتوضع أسماء اللي ممكن تنتدبها في الصيف المقبل لتعزيز صفوف الفريق الأخضر، كيبقى أمين تيغزوي من بين اللاعبين المطروحين عليها، بحيث كيشوفوا مسؤولي الفريق أن اللاعب ما غيكلفش خزينة الرجاء ماديا بزاف بحكم أنه غيكون حر وبدون فريق، خاصة أن الفريق الأحمر كيفكر يستغني عليه في أقرب وقت لعدم اقتناع المدرب الإسباني خوان كارلوس غاريدو بالمؤهلات ديالو. جدير بالذكر أن اللاعب أمين تيغزوي تلقى تكوينه في فرنسا قبل ما يلتحق بأولمبيك خريبكا قبل سنوات. من يقف وراء عدم الإعلان عن مصير مباراة الرجاء ضد الجديدة رغم مرور 5 أشهر؟ وكشفت جريدة الأخبار نقلا إلى مصدر مسؤول داخل الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أن القرار النهائي حول مصير مباراة الدفاع الحسني الجديدي ضد فريق الرجاء الرياضي برسم جولة 9 من البطولة الوطنية تم اتخاذه في اليوم الموالي للمواجهة داخل العصب الوطني الاحترافية، وكان مقرر الإعلان عليه إلا أن عدد من الأشخاص رفضوا الأمر وتم التحفظ عليه وإحالته فيما بعد اللجنة التابعة للجامعة الملكية للنظر فيه. وتابع المصدر نفسه أنه وفق القوانين في العصبة الاحترافية توصلت بتقرير حكم المباراة بخصوص عدم حضور فريق الرجاء الرياضي للمواجهة، بالإضافة لتقرير مندوب ومراقب المباراة وأن القوانين واضحة في هذا الباب، ما خلى العصبة الاحترافية تصدر قرارها بهزيمة فريق الرجاء الرياضي بالقلم في هذا اللقاء، وأنهم اللي تم تهيئ الإعلان على القرار دخلوا عدد من الأطراف وطالبوا بالتريوت الحسم فيه بسبب تداعيات القرار على الرأي العام مفروض باش يتحل الملف على لجنة مستقلة، خصوصا أن فريق الرجاء الرياضي والعصبة الاحترافية تبادلوا الاتهامات فيما بينهم وبالتالي فهما طرفين في النزاع، ما خلى القضية تحل لجنة جامعية. وحول سبب عدم الإعلان لحدود الساعة للقرار أكدت جريدة الأخبار نقلا على المصدر نفسه أنه كاين اللي كيسعى لتأجيل الإعلان على القرار لغاية استئناف الدوري الاحترافي، وأنه كاين تخوف عما يمكن السفر عليه القرار من غضب من طرف أنصار فريق الرجاء الرياضي ومسؤوليه، بحيث غيتم اتهام الجامعة بالتأثير على الفريق الأخضر. القرار في حالة ما تعلن عليه رسميا في أيام القليلة المقبلة كنطالبوا كراجوين مكتب جواد الزيات بالطعن فيه لكون الفريق الأخضر كان أمام قوة قاهرة وما كانش بإمكانه إجراء لقاء الدفاع الحسني الجديدي بحكم تواجده بالجزائر والتزامه بخوض 2 مباريات في إطار دوري أبطال إفريقيا والبطولة العربية للأندية البطالة. لهذا فمن غير المعقول اعتبار الرجاء منازم في لقاء الدفاع الحسني الجديدي ولازم باش تتم إعادة برمجته مستقبلا. جواد الزيات ينوي الرحيل ورؤساء سابقون يعارضون الفكرة، وفي تفاصيل الخبر علمت جريدة الصباح من مصادر مطلعة أن جواد الزيات رئيس فريق الرجاء الرياضي أبلغ مقربين منه من أعضاء المكتب المسير ورؤساء الفريق الأخضر السابقين بنيته بتقديم استقالته في الجمع الاستثنائي في يوليوز المقبل، ووضحت المصادر نفسها أن التفاقم الأزمة المالية بعد توقف النشاط الكروي دفعت برئيس الرجاء الرياضي لاتخاذ هذا القرار وأنه ناقشوا مع مسؤولي الفريق أخيرا. وكيعاني فريق الرجاء منذ مدة من أزمة مالية، لكن الخطة اللي تابعها المكتب المسير الحالي كانت كفيلة بتجاوزها في الأشهر الماضية، لكن توقف النشاط الرياضي أفشل جميع المخططات وزادت من تضرر ميزانية النادي. وحسب معطيات جريدة الصباح دائما فالرؤساء السابقين وأغلب من استشارهم الزيات رفضوا طلبه وأصروا باش يتم مشروعه لأخير رمق رغم تداعيات الأزمة المالية الحالية. هذا ما قاله وهبي عن أحداد والعودة للتدريب. وكشف سعيد وهبي الناطق الرسمي لفريق الرجاء الرياضي أن وضع اللاعب حميد أحداد المعار للفريق الأخضر من الزمالك المصري مازال معلق، وشار لأن إدارة الفريق ما عندها الترغبة حاليا في مخاطبة نظيرتها المصرية بسبب التزام الجميع بالحجر الصحي. ونفى سعيد وهبي في تصريح القناة اون سبورت تايم المصرية عودة التدريب الجماعية في الوقت الحالي لفريق الرجاء الرياضي أو لأي نادي آخر على اعتبار أن الجميع كيتواجد بالحجر الصحي. يهم الرجاء تغيير مكان نهائي دوري أبطال إفريقيا، وعلى الاتحاد الكاميروني لكرة القدم رسميا على إلغاء الدوري المحلي بسبب الأزمة الحالية اللي كيعيشها العالم
الامر اللي غيحول دون اجراء نهائي دوري عصبه الابطال الافريقيه بالكاميرون كما كان مقرر من قبل الاتحاد الافريقي الكاف، ويضطر الاتحاد الافريقي لنقل المباراه النهائيه لبلد افريقي اخر، علما ان اعضاء لجنه الطوارئ بالكاف كانوا وضعوا احتمال نقل المباراه لرواندا حتى في حاله عدم الغاء الدوري المحلي الكاميروني، على اعتبار ان رواندا هو البلد الاقل اصابه بين الدول الافريقيه. وكينتظر الاتحاد الافريقي الكاف قرار الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم وقرار الاتحاد المصري بخصوص مستقبل الدوري المحلي في البلدين قبل الاعلان على تواريخ اجراء مباريات نصف النهائي والنهائي والافصاح رسميا على مكان اجراء نهائي المسابقه القاريه، مع عدم استبعاد انه يكون في المغرب او مصر في حاله مكان نهائي مغربي او مصري 100%. كان هذا اخر خبر رجوي في عدد اليوم جورنال فير، في امان الله ونتلاقاكم باخبار رجوي جديده ان شاء الله.